أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وسامحوني كلكم، وهيدي أول حضرة. كل شيء قعدت على التلفزيون هون بالنيو تي في، هي أول مرة عندي خوف إني أقول اللي راح أكتبهم بالكتاب اللي اسمه لتكن مشيئتك، لأنه فيها سر كبير. لتكن مشيئتك، كتير خفت من هالكتاب اللي قبله صوم وتصحوا نزل على الموقع وبعدته كتير لناس، ولكن وكنت أرجف أنا عم بكتب الكتاب صوم وتصحوا. هلأ إذا بس بدي فرجيكم كم ورقة اللي ما بقدر أقولهم أبدا، بس أنا وعم بقراهم قلت ما لازم أسكت، الكاتب عن الحق شيطان أخرس، بس خايفة إني أقولهم، رح أقول قد ما بقدر. ورفيق ساعدني بكم كلمة، وهني كلام كل عمرنا منقول: مرق تنبر الكاز، البغل، التور، البقرة، الفدين، الحمار، هي التاس. كان قيس وليلى، هلأ تايس وهبلة. رح تشوفوا بس هالكلمات اللي بقدر أقولهم عليكم، ولكن هو حتى ميتشو قال لي خطري، قلت له ما بقدر مري، قال لي شوي، لأن بأمة العرب المفسرون هم المفسدون. كانوا 99% يسبوا مريم نور، هلأ بيقولوا للشباب كار، بيقول لي ليكي في كتير بيقولوا الوحيد اللي بتفهم بلبنان، ما حدا غيره بيحكي الحقيقة، لا كذاب، لا انت الكذاب والحمار هالمرة. هي صرت بشوف شوي على الطريق سيارة مرة عم بتسوق اللي كانت تسب فيي كتير، بيوقفوا سيارة فخمة، سيارة تاكسي، سيارة مكسرة، تفضلي. يعني بلشوا كانوا 99 يسبوا، يمكن هلأ 90 صار في شوية تطور، إنه اللي عم تحكيه معها حق. شو هالأدوية؟ شو هالمدارس؟ شو هالمستشفيات؟ شو هالسياسيين؟ كل علماء ورجال الدين يعني قالوهم الأنبياء مش مريم. هلأ العلماء برا، حتى أوباما ناطرين منك أهم من كندي، يعني كله من رابع رئيس جمهورية قال راحت أمريكا، هو رقم 44. هلأ عم بيدرسوا مين حط علم الأربعة؟ هي الإمام علي شيعي يعني. طيب يخلي شيلون مين حط غيره؟ منه مسلم، منه مسيحي، ومنه هي أنطون صعبي. مات أنطون صعبي جسديا بس بعده حي وعم بيدرسوا حاطينه. مين حط هالعلم التربيع الزوبعة؟ وين راحوا؟ بيت الصلح. ليلى الصلح بطلبها منك، أنا بقى تهزي إيدين، ما فيني أنسى أختك يا حبيبتي عليا الصلح. ومين بعتني لعندها؟ يعني أنت بتعرفي بيت وكل شيء بدكم فيه. بعدين صرت أقعد مثلي على الأرض، أنا أقعد على إجريها. بعدين صارت تقرأ مثل ما أنا عم بعطيها. بعدين شافتني بفوت على الكونغرس وهون وهون وهون، قالت لي وين الحل؟ قلت لها مش بالميت، الحل ميت. ها كرمتني وقالت لي معك حق. قلت لها هي كل اللي عندك، موتي ما عليك دين مادي معنوي، روحوا شوفوا وين هالفقراء، هيدا مالهم هن، هيدا مال القوم. وليد بن طلال شوف شو عمل جدك، عبد الله من الحسين، كلهم هون محطوطين، رح حطهم بالكتاب. بس ليش عم بيصير هون؟ ليش على ايام الخلفاء ما حدا خطف الثاني؟ ليش ما كان في قتل وسلب ونهب وضرب؟ ليش؟ ليش كان في السلام عليكم هلا السلاح عليكم؟ ليش في هالكبت وهالانتصاب والاغتصاب؟
يغتصب ابنه. ما صدقت، قلت له انت عم بتقلي والابن عم بيقلي وما عم تصدق، سمحني بسببي عم تعمل هيك بابنك، ما بقدر. الحمد لله. نعم. تاني وحدة يشفيك الله، تالت وحدة يرحمك الله. قال لي عم تقولي لي انت السبب؟ قلت له ايه، كل شيء بتشوفوه بهالدنيا انا السبب، انا السبب، انا السبب، انا ونحن واحد. قال مرداد مخايل نعيمة بكتاب مرداد، وما في تعلم العربية هلا من كم سنة، لو ما حكي كلمات غريبة ما حطوا له الكتاب، ما تركوا، كانوا كمان قتلوه له. مشان هيك جبران لو بقي بلبنان كمال جملاط قالوا له خود. وين راح كمال الصباح؟ وين اختفى موسى الصدر؟ هو كلهم احياء، نحن الاموات. اوشو حي ما بقرا غيره. ميتشكوش عم بيقول كل 50,000 سنه تيجي هيك انسان خسرتك رحتي معه. هي از اكسبشن، كنت قريتها، هو از نوت. كل واحد مميز. فرادا اتيتم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون. ما حدا بيحبني الا اللي بفوت معي على القبر، من هو جسمي. ليش قال غار حراء؟ غار الثور، ثور يعني بول. ليش الانجليز حكموا وكانت على البول؟ هي ما كان في سيارات وطيارات، ليش بقيت لهم الفرس؟ ونحن البغل، الفدان، الحمار، الثور، البقرة، هالسر موجود بهالخمس حدود، شو ما بدك سميهم، هالتناغم بهالخمس خلفاء. كلمة مشيئة، اللي تكن مشيئتك، واهتزت الأكوان من بعد ما المسيح عمل كتير معجزات وما حدا صدقه. مين بده يقعد حدك؟ مين بده يقعد حد بيا؟ كلهم اختلفوا بعضهم. مين بده يقعد على الكرسي؟ مثل هلا الكرسي مهمة، مش أي الكرسي، الكرسي أمير بحذف الميم، وهيديك كرسي، هيدا كل اهتمامه، وكأس بحذف الألف، هيك ما بده يقعد. مين بده يقعد على الكرسي؟ فإذا كلمة مشيئتك والمشيمة يا حبيب قلبي، لتكن مشيئتك. ليكو كيف بدي أقرب تشوفوا، بترجم كل كلمة تقريبا، حتى كلمة otherwise، other كل كلمة هون بتترجم على عدة كلمات بترجمها، مش كلمة وحدة. نعم. مشيئتك، الإرادة، شو هي؟ شو ما بدك. أول سبع سنين، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، لا إله إلا الله محمد. أنت عملهم خمس مقامات، مقام الإنسان. بتكون رسول، فيك تكون رسول أنت وبتول إذا جبتها معك. إذا منك بتول روح اعمل اللي بدك إياه، بس بوعي وبإدراك وبيقين. روح على الحرب، المسيح حمل صوت، قالوا لي علي حمل سيف، بس المسيح الصوت، الصوت عند المسيح هو مسيحي، بس الشيعي هي تفسير خوري كان يجي لعندي، قالوا لي بقى تروح عند مريم نور. أنا عرفت خوري من هيك شكله، قلت له أنت خوري؟ قال لي إيه. قلت له شو بيجيبك لعندي؟ ما أنا اللي بيكرهوني إني. كل رجال الدين ومرة جربوا يقتلوني، اجتمعوا رجال الدين بلبنان تا يقتلوني. بشكركم كلكم. واحد مسلم قال له أنا ما بقتلها، هي مسيحية مسلمة عم تحكي موجود القرآن والإسلام. جاء ابنه قال لي، قال لي بيي الوحيد اللي دافع عنك، هودي كلهم بدهم يقتلوك.
تاخذ هالجسد يعني تلوني إلي. قالوا لنا الحجاج والحلاج الحلاج شو بدكم بجسمي؟ والمسيح قال له لا يضع سلمني هو اللي بدهن اياه هالشكل. حضروا الاربع اشرطه الممنوعه محطوطه بصوتي بشكلي وتصورت بالاردن مع كيلاني. اربع اشرطه ممنوعه منعهم اوباما شخصيا. البايو انرجي ميتينغ وذ ريماركبل مان، وبعدين دايت فور نيو امريكا، واخر وحده برادر سان سيستر مون. حضرون محطوطين بالعربي وفيها شرح وتفسير كيف جربوا يقتلوا لفرانسيسكو. وقت اللي اجى لهون وشاف قال له رح خبرك شو المسيح في الاسلام، سامحني وترك السيف ومشي والدم يجري من اجريه. وقال له ودي ابن كنيسه المسيح الحقيقيه وجربنا نقتله. قال له وين كنيسه المسيح؟ الانسان نرجع الى التوحيد. مشيئتك على المسيح هي التوحيد مع الواحد الأحد اللي موجود بكل واحد أحد. قال لا إيمانك شفاك لا أنا ولا بيي. وهيك قال محمد وعلي وبودا وكريشنا ورابعة والحلاج والأطفال كلها بتحكي، الجنين بيحكي، الطبيعة بتحكي. وإجا محمد وقال لا إله إلا الله. كنت أنا أسأل شو في قبل كلمة وفي البدء كانت الكلمة والكلمة الله قبل؟ ما بيسوى، بس الكاثوليكي لازم يعرف، روح اعترف عند الأبونا. هلا عم بيتقدموا كلهم. لكن بطرك عنا شو حكي؟ بشكرك يا حبيبي. لكن الفاتيكان كيف عم بيتغير؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسنا، ما بدي التغيير الذي لا يتعدى اللسان والأذان. هاي بتشوفوها بهالأربع فيديو الممنوعة. كثير في اشياء هون ما فيني خبركم. بيقول كيف فيك تكون فقير وانت بدك تتنازل وتنكر وتتخلى عن العالم؟ الغني اللي بيقدر يتخلى مش الفقير. الفقير بعد عينه ما بتشبع الا بالتراب. كون غني مثل ما عمل علي، تجوزتك وطلقتك بالثلاثه، جسد فكر روح الجفر. مثل ابو بكر، مثل هالمره لما حدا عرف وانا عشت معها وما عرفت وين وزعت اموالها، بي سبيس، وما حدا اخذ اسمها كانه ناطرني، حطوا بي سبيس بتطلع مريم نور. هي من كندا وقالت بدي ضلني امشي تيصير في سلام بالعالم. وقت اللي كبرت بالعمر وانا منهم دخيلك يعني، بيس بيلجرم اسمها، غيرت اسمها هيك. طلعي بالسياره، اذا شاب طلعوا بالسياره ما في كم متر، حادث ماتوا اثنينهم. مشان هيك بيقول وقت اللي بتندر تعطي ندر ملو تكون وفي عليه. مشان هيك انا ندرت اني بدي اعيش خبز انا كفيت يومنا. ما حدا مثلي عملها ابدا بامه العرب. مين شو بيقول لي بامه العالم كل ما املك. بس انا بعدني ضعيفه بنتظر، ولو انت كذا مليون اعطيتك وانت كذا مليار وانت كذا هيك وانت مدينه وانت وانت وانت، بس كل اللي تعاملت معهم حراميه وكذابين ولصوص ومنافقين. والادمي روي ديستروي رجع على امريكا وكان معه ايدز وعم بيموت عندي. اجى قال لي بحب موت عندك، وقلت له كيف بدك تموت؟ قال لي حريق يا حبيبي. وتلفنت لخليل قلت له فينا، قال لي مثل ما بده نحرقه، اللي بده اياه بنعملها بالخنجاره. اني يعني بتعرف انطون صعبه هونيك. وبشكر هالابونا يلي مثل ما بده قبل ما يموت سبقنا واحد من اخوتنا قال له هيك 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 وصيتي. قال وصيته مقدسه. توقفوا دقيقه صمت، ثالث يوم تشلحوا الاسود وما حدا بيجنزه، بس حطوا بالكنيسه ينطر. فاذا اهلا وسهلا فيكم، رح كون بالخنشاره ان شاء الله. واذا ما قدرت بالخنشاره تكون مريم مثل ما مريم بتحس، رح اترك الامه العربيه كلها. ونحن شي خمسه بالامه العربيه، وما فيني لكم اللي انا ومصريات وكلني تحصر ميتك ومنو عربي. قال لي اللي عم تعملي، قلت له بدك تضل تقتل العرب والمسلمين؟ قال لي معك لا. قلت له ما بدي مصريتك، بدنا نعمل مطرح ما في ميل، منعيش تشتت الدنيا بناكل حشيش، بس نقدر نقوي الطاقه اللي بالارض بالنويه. انما الاعمال بالنيات، هيدي المشيئه والمشيمه، انما الاعمال بالنيه. في تغيير حياه، ما بقى في خادمه ببيوتنا. انت هالولد عمره 7 سنين تبعتي على المدرسه، والمدرسه اسمها هوم سكولينج، ما بتعلم تاريخ وجغرافيا
وكلهم كل اللي عم بيصير بدنا نقلب الهرم. هيدي علمتني الحياة. نعم بيقولوا الأولاد أول 7 سنين بتعطيهم لعبة، بس بعدين ما بقى بده لعبة طيارة، بده طيارة حقيقية، ما بقى بده ياخد هيك، بده ياخد حقيقة. وأنت كمان من أول 7 سنين بيعطوك لعب، بس ثاني 7 سنين فتش على الحقيقة، شيل كل الكبد. بتحب تقتل روح على الحرب. الواريورز كانوا كلهم قتلة من قبل بودا لليوم، راحوا على الحرب وقتلوا. ولكن لما صارت معركة أحد وقال لك تعملي معركة الجمل وهيك وهيك، بعت علي أخذ سيفه وراح على خيبر، سجدوا كلهم، شكوا سحبوا. ليش؟ قال له خفقت لك لغضبي. قال له هيدا هو الإسلام؟ قال له نعم. قال له أسلم وجهك. قال له أنا ديتك موت كرمالك، ربي قوني ثم قوني ثم قوني حتى لا أقوى على أحد. قوة المحبة أو محبة القوة، أي قوة بدك، أي تقوى، قوة السلاح أو قوة السلام. حضروا فلات لاينر بتشوفوا وين رايحين كلكم قبل ما تموتوا، هيدا من حقك بتشوف لوين رايح، بس ما تلتهم، بس كلنا بنعمل out of body experience. ما فيني خبركم شو الكلمات اللي بحطها، وين المعرفة. نعم كن من الضالين وستعود إلى البيت العتيق إلى النبع. نعم الخسارة بيجي وراها ربح، وهي السبب. منين ربحت؟ لأنك خسرت. الخطيئة خطوة إلى الجلوة. نعم علمني من ألمني، بالآلام تلدين، قال لي المسيح. المسيح منه مسيحي ولا محمد محمدي ولا مسلم. قالوا له أنت شو؟ قال له المؤمن. شو الفرق؟ ما بكذب. كلمة لتكن مشيئتك كلمة خطرة كتير، فيها كلمات ما فيني أقولها هون، بس بحطها بالكتاب وبلطف الأجواء كمان أكتر. في كلمة تانية يلي هي العمر. قدي عمرك؟ 15. قدي عمرك؟ 70. قدي عمرك؟ 80. هيدا ما له عمر الإنسان، هيدا الجسد. العمر يعني حسب الإسلام أو المسيحية يعني. أنت الشهر عندك 28 يوم، نحن 30، 31. هيدا اسمه أغسطس، وهيدا اسمه كل هالأوروسكوب، ميروسكوب، يوروسكوب، تاتوسكوب، شيلوا. قديش عمرك كوعي؟ ما له عمر. لا بنخلق ولا بنموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا عايشين بمملكة وملكوت الله. مشان هيك أهل الضلال غير أهل الطلال. مشان هيك بطلبها منك اللي عندك الروتانا، دخيلك حاجة ترد فينا بهالروتانا، أكيد رح يعملوا بيب بيب بيب. أنا طلعت مرة على الروتانا قالت لي بدي سنة تصح من هالمقابلة معك على الهواء، بشكرك. وكل المحطات كلهم ما بيسترجوا، ولا حتى هون على النيو تيفي بيقولوا لي عم يستقبلوها هيك شي مرة من عشية، ما بنقدر، ما بتلتزم، لأنه على الهواء بفلت لساني. لا بقول لهم كن لطيفة. طلعت على الرؤية وقالوا لي دخيلك ما عندنا الحرية اللي عندك إياها بالنيو تيفي. قعدت على الأرض أنا وياها، وبعدين شفت وحده هيك قلت لها هيك هيك القصه، وهيك جوزك برا مسافر ومعه هيك خوته، كيف بتعرفي؟ قلت لها يا اختي من ثيابك من لبسك من شكلك، جوز عم بيموت برا بالسرطان وهي مصاحبه واحد هون. كونوا صادقين مع كل شيء عم تعملوه. فاذا العمر بتعرفه كيف هو، يكون عندك عدو بتعرفه افضل من صديق ما بتعرفه. انتبه، هيدا حرامي وكذاب ومنافق، صرت بعرف انه هيدا حرامي وكذاب ومنافق. كان في واحد مهضوم كثير، قالوا له يا ابونا يا بدنا نتركك ونترك الدير، قبرك تشحط الحرامي. قال له انا ما جاي كرمالكم، انا جاي اتعلم من هالحرامي. والحرامي كان عم يسمع، بكي كثير وغسل دموعه ولحيته كلها هيك. بعدين شافوا ما يسرق، بس ياخذها من هون حتى فرشتهم، ياخذها من هون حتى فرشتهم. قال عم بيتحسن شوي، ياخذها من هون. بس مات الابونا هو استلم الدين. نعم يا الله ما بقدر هون، بس نعم بنحكي عن فن الحياه، فن الحياه، بس من فن الحياه
بنروح على فن الموت يلي هي أقوى. الموت أقوى من الحياة يا أخوتي. الحياة عم نعيش أكل شرب نايم مدري وين بتروح. بس وين بتروح؟ من عشية بس تنام نصف الموت، وين بتروح؟ بدنا نتحضر كلنا إلى فن الموت. ما عرفنا أن موت ستنا زينب بس كتير قليل كتير قليل. اللهم تقبل منا هذا القربان. هون عم نحط سر الموت بالنفس بالأكل بالألوان، أشياء كتيرة منحطها، ولكن كمان خطرة بس رح تكون بالكتاب بتشوفوها وبتقروها. مثل ما بتشوفوا أنه الفصول الخمسة بتتناغم، أنا بحب الربيع، أنا بحب الصيف، أنا بحب الشتاء، أنا بحب الخريف. الطبيعة ما فيها موت، فيها وقت بيعرفوا حالهم أنه رايحين بس بيتركوا. فيها وقت predictable. هلأ وقت الصيد، هلأ ما في صيد، انتبهوا هني عم بيخلفوا. هلأ في وقت بتتناغم مع الطبيعة وبيتناغم مع الإنسان. بس اليوم الإنسان مثل ما شايفين ما بنقرأ. كل 80 رجال تيقرأ كتاب عربي بالسنة. اليهودي اليوم كل يوم كتاب بيقرأ ما بين السطور، بياخد الأشياء المهمة. نعم مثل المرأة قال إذا ما عشت تجعيد اللي عندك تطردي الحفيد بدك تضل صبية، هيدي البشعة إنك ما عم تعيشي زمانك ووقتك. وكل عملية التجميل اللي عم بتصير بلبنان وكل واحد وبمون عليك أنت عم بتشجع بسفراتك يجوا الناس ويعملوا عمليات تجميل بلبنان، هيدي هي التجميل. إنه الله ما بيفهم، أنت أفهم منه؟ ما لازم يطلع لك جعدة؟ ما هيدي كلها كتب، هيدي كلها تاريخ، هيدا كتابي على وجهي. ليش ميتشو اختارني؟ كنا حوالي مليون غربل 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 نص مليون غربل 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 غربل، صرنا 20 واحد. قال لي انت بتجي بتعيشي معي. قلت له بس انا انجا جبت فيزا لهون. قال لي رح يجي واحد ويجيب لك فيزا، يعطيك فيزا على امريكا انت وبالبيت. وهيك صار وفت على بيت ميتشو، وهيك صار وفت على بيتك بندر، ومثلك ومثل مرتك. يعني اذا كثير رجعت وعريت وتبهدلت وما قدرت ضاينها لهالبهدله ولهالبدله اللي رح البسها شو ما كانت، برجع بجي لعند هيفا الفيصل. بنعمل شيء بالسر يعني، بتعرفوا كلنا بدنا نرضي عزرائيل. في واحد بشار قمطون رح تشوفوه قريبا معهم، خاله اسمه عزرائيل ومسيحيه قمطون. بعتوا له اسرائيل، صار اسمه اسرائيل. وينك؟ بلبنان في واحد من بيت صهيون منه زايونست. يعني مرة بعتني المعلم الكبير انه تطبخ لولد عمه خيبيو حاكم اسرائيل كان قبله قبل هديك. قلت له انا ما بروح، انا ما راحش للمخيمات الفلسطينية بكرهه. قال لي هو بيعمل اللي بتعرفيه، انت بتعملي اللي بتعرفيه. اذا ما بدك تروحي لعند العدو وين بدك تروحي؟ ولد صغير معه سرطان بصح عندك اياه. رحت لعنده حبيته لهالولد كثير. اول ما شفته صار يقول لي تيتا وكلمه جراما تيتا وتيتا. ما في كم يوم صار يحرك شوي، صار يمشي، صرت امسك ايده انا هيك وامشي. وشفت قديش اغنيه وكل شيء شو في عندهم. صرت اطبخ ل 100 ل 200 300 شخص. صرت ثلاث اربع خمس اسابيع شافوا فرق كثير. اختفى بيو. قالت لي امه بسكر الاوضه ما فيني فوت بسكر. يوم اثنين ثلاثه اربع خمسه طلع غمرني وبكي وبكي وهيك على اجري. انا كنت اطبخ لناس كثير وابعث لكل هالفقراء تحت يقولوا لي بنعرف انت عند مين، ما بدنا. هذا اللي انا عندي بيت وحده من خشب كرتون، هذا ما عنده حرمات تياب كتب شو ما بدكم شو ما بدكم بجيب لكم. بعدين هو طلع علي شو اول خطوه بعملها؟ قلت له انت فكي. راح على مسجد فرح العطاء وراح على مسجد تاني ومسجد تالت وهيك، وراح لعند هونيك وقال لهم انا هلا صرت يهودي اني ابراهيميين. قلت لهم انا قريت كتاب لابراهام اسمه ذا ترو سيج وشفت انكم انتم سيدنا ابراهيم. قال لي ايه. قلت له القران كتابك؟ قال لي ايه. منك عرفت. ما فيني لكم ابنه اخذ اسم علي. بالاول يعمل هيك بعدين صار يقول للعين. قلت له صعبة
ما تقولها. قال لي لا بدي اتعلم، لان هون العين والقاف احرف هيك. 9/11 عرف حاله بده يموت، وطلع نور اللي قوصه اجى تقوص حاله، لبسوا تيبه. فاذا هلا بدنا وقت زمن، مش المصلحه ولي جملات، هلا وقت مصالحه، وهيدي من بيك الرساله لك. نتصالح، مش المصلحه تجمعنا، مش جمب الوت ننط من هون لهون، ولا كلنا ولا انت، كل هاللي بلبنان هالسياسيين، من مجلس النواب الى مجلس الديوب الى مجلس الجيوب، كلكم. مجلس الكلاب، الكلاب احلى، بتنبح ساعه البدا وبتنكح. بس اليوم قد ما في كلاب الحمد لله بصير بتطلع على الطريق احلى ما اصحى تلاقي شي كلب. نعم، كل اللي عم بيعملوا عمليه تجميل انتبهوا لا تغيروا في خلق الله. شي طبيعي انك تخدري فوق الطبيعه انه نكبر، اللي ما عنده كبير يشتري كبير. لا هاي ما رح اقولها لانه كثير بتطعن. نعم، مرأة منهم نيو ايج. هلا النيو ايج انتبهوا، هيدي كلمة حتى امريكا منعتها. النيو ايج قالوا كل المستنيرين موت وقيامة. المسيح قام، شو منقول؟ حقا قام. اي مسيح؟ كلنا ممسوحين وكلنا من روح الله، موت وقيامة الان. اذا ما كانت الان اي متى؟ اذا مش انت وانا مين رح يكون؟